من باريس مراسلتنا عزة غريبة. عزة، يعني حقيقة كان هناك تجديد في الإجراءات في المرحلة الماضية، في السنوات الماضية، في الأشهر الماضية، هذه مفاجأة للكثيرين. هل هذا مبني على البعد الاقتصادي أم البعد الصحي؟ الاثنان ماجد، يعني يمكن القول بأن الحال من بعضه كما يقال باللهجة العامية. الوضع في فرنسا، انتشار حالات أوميكرون كبير جدا وربما فاق ما يحدث في بريطانيا، لذلك قالت الحكومة بأنه يمكن رفع هذه القيود على السفر، لأن الوضع في فرنسا بات مشابها لما هو عليه الحال في بريطانيا. في الوقت نفسه يمكن قراءة ذلك من البعد الاقتصادي كما ذكرت ماجد، لأن الآن هو موسم التزلج في فرنسا والبريطانيون هم الزبائن الأساسيون، السياح رقم واحد الذين يأتون إلى فرنسا في هذا الموسم، وبالتالي من هنا يمكن فهم هذا القرار للحكومة الفرنسية. عدد الحالات، حالات الإصابة بكورونا وبأوميكرون بالتحديد كبير جدا، هائل. الأرقام قدرها وزير الصحة الفرنسي بين 500,000 إلى 1,000,000 إصابة يوميا، ووزير الصحة بالمناسبة هو أيضا قد أصيب بالفيروس أمس. وأمام هذا الارتفاع الكبير، الحكومة تتعامل مع الوضع كأمر واقع، يجب التعامل معه والتعايش معه، بالتالي هي تريد تخفيف قيود السفر على المواطنين الفرنسيين وعلى القادمين إلى فرنسا في الأيام القليلة المقبلة. إشارة أخيرة ماجد، إلى أنه تم إلغاء إلزامية الكمامة في باريس يوم أمس. طيب، أخبار جيدة هذه من باريس مراسلتنا عزة غريبة، شكرا جزيلا لك.